بداية أحداث اللقاء. إندو. موريتا. مايدا. هل ينجح في المرور؟ ضربة رأسية. حلو المحاولة بفداية كبيرة لكنه فشل في استغلال الفرصة. بينية جميلة إلى خارج أرضية الملعب، تحولت إلى رمية تماس. وتخرج الكرة إلى رمية جانبية. تومياسو. إندو. وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. يستعيدها إيتاكورا. لا تسألني كيف ضاعت، لا أعرف كيف وضاع الفريق هذه الفرصة المتاحة. شيء غريب، شيء خيالي بصراحة. هجمة كانت عبارة عن هدف محقق ولكنها ضاعت. كوبو يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة. كرة إلى الأمام، فاتت ومرت وصلت إليه. لم تمر الكرة العرضية، تبعد بعد ذلك إلى ركنية. الآن فرصة لهجوم معاكس، تحول سريع في الملعب. بمبدأ الأمان يعود بالكرة. تلعب الكرة إلى الأمام. ويدا. جوان. لمسة على اليسار. يستقبل الكرة في وضعية ممتازة. يلعب الكرة إلى الوراء. مهارة غير عادية بالكرة. سرعة في استعادة الكرة. الحكم يشير إلى وجود خطأ، ضربة حرة. دوان يلعبها على طرف الملعب. هذه رمية تماس. يفضل العودة بالكرة. كوبو. من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ فرصة هجوم معاكس. يعود بالكرة وسط الملعب. من الواضح جدا جودة الفريق في التمرير. قد تكون هذه فرصتهم. تسديدة من أول لمسة.
بعيدة تماما عن المرمى. نوان يلعبها في المساحة، تدخل رائع قبل الوصول إلى المرمى، يعرف أنه كان عليه بذل مجهود أكبر في التمرير البينية حتى لا يقطع الدفاع. يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم، مهارة غير عادية، يتدخل بشكل قوي جدا. وعرضية مرة ثانية موجود هنا لقطع الكرة، يلعب كرة على اليسار مايدا، يا سلام على المرور على انطلاقة من الجهة اليسرى، ممتاز في التمرير. ينجح المدافع في تغيير اتجاه الكرة العرضية، تتحول إلى ركنية بعد ذلك. يلعبون ركنية قصيرة، كرة بالعرض، ركنية قصيرة، كرة عرضية، يبعد الكرة عن المرمى. مايدا يتلقى الكرة، كان يحاول الدوران لكن الدفاع هنا منع من مواصلة سعيه نحو خلق فرصة حقيقية على المرمى. إندو يحاول الاستفادة من زميله في جانب الملعب، ضغط قوي وينجح في استعادتها، تدخل وحكم اللقاء يشير إلى وجود ركلة حرة، ربما كان يستحق البطاقة لكن الحكم اختار انذار شفهي للاعب. مايدا قال لك المكتوب باين من عنوانه، واضح راح نشوف مباراة مثيرة بعد هذه البداية القوية من الطرفين. إمكانية تسديد الآن، هندو مايدا، تغيير لاعب على الأجناب، شوف الروعة في التمرير بين اللاعبين. هندو وصلت إليه، ويدا، هدف لليابان. لعبة من طراز عالي، لمسة في منتهى الروعة، يملك مهارات كبيرة بالكرة، مثل هذه الأمور تحب أن تشاهدها في عالم كرة القدم، هذه اللي حببنا في الكرة بصراحة، مثل هذا الفن وهذه المهارات. لم ننتظر طويلا قبل تسجيل الهدف الأول. اليابان دخل المباراة بسرعة ومتقدم في النتيجة، هنا أعلن عن نفسه بقوة من البداية، نجح في التسجيل، لا لديه الأفضلية لكي يتحكم في رتم المباراة ويضع خصمه تحت الضغط، يخليه يتحمل عبء المباراة أكثر بالتأكيد مع تقدم الدقائق في هذه المباراة. معه الكرة والكرة راسية، الله ما أروعك، لعبة في منتهى الروعة، هدف، تعادل يأتي سريعا جدا، أوهو تعادل سريع في هذه المواجهة، هدف مهم جدا من الناحية النفسية، الآن أنت لا تستقبل الضغط مثل المنافس وعليك أن تستفيد من هذه الوضعية.
واحدة من مزايا هذا الفريق القدرة الغير عادية على بناء المرتدات بأقل عدد من التمريرات بسرعة كبيرة، مثال يحتذى به في تنفيذ المرتدات. بهذا الهدف، بهذا التعادل، تعود المباراة إلى نقطة البداية. هنا تظهر لك الشخصية وتظهر ردة فعل السريعة من الفريق بتسجيل هدف التعادل سريعا بعد التأخر في النتيجة. والكرة تجاوزت الخط هنا. إندو، سرعة غير عادية ودقة في التمرير، ضربة رأسية، حاول واقترب من هز الشباك هنا. اليابان ومحاولة مع المرتدة، الخطورة الآن في الجانب الآخر. مايدا، إندو، مباراة مثيرة هنا اليوم، واضح أن هناك عزم من الفريقين على تقديم كل ما لديهم في أرضية الملعب. بداية هجمة كانت مبشرة واعدة، لكن الهجمة في الأخير انهارت بسبب رعونة عند المهاجمين. يقطع الكرة بشكل رائع، تمريرة بينية تبدو خطيرة، كرة طويلة للأمام، كان عليه التصرف بشكل مختلف هنا، ربما في المرة القادمة يتعلم من الدرس إذا كان هنالك مرة قادمة. تدخل في توقيت حاسم. موريتا، يزول خطر مؤقتا بعد تدخل سريع من المدافع على الكرة العرضية، الآن تحولت إلى ركنية. ينجح في إبعاد الكرة. الآن محاولة لرد الخطورة. الهجوم تحول الآن إلى الجهات الأخرى. فرصة للتسديد. والكرة تعانق الشباك. استعادوا التقدم بأسلوب غير عادي، بأسلوب رائع. في مواجهة من هذا النوع كان لابد من فريق فائز بالتأكيد. والآن يتقدمون في النتيجة بفارق هدف. إندو،
موريتا. مباراة مثيرة، وحتى إذا كان متأخر في النتيجة يظل قادر على تصحيح الأوضاع بدون شك. تمريرة جميلة، يرسل كرة، إبعاد ناجح للكرة. إندو، مايدا، لمسة على اليسار، كرة عرضية، موجود إبعاد الكرة. تدرج كروي رائع، تمريرات سريعة وقصيرة. كوبو يلعبها على طرف الملعب، مخالفة واضحة جدا، ركلة حرة يحتسبها الحكم. يتعامل مع الكرة بلا أي تعقيدات. مايدا، اليابان ينقل الكرة بشكل سريع ورائع، والحارس يلعبها بعيدا عن مرماه. تمريرة كارثية يا جماعة. تلعب الكرة إلى الأمام. جوان، تغيير الملعب بشكل إيجابي للأمام. كرة تعدي الخط ورمية تماس. يلعب العرضية، كرة رأسية، تدرج جميل بالكرة، إيصالها المنطقة بشكل جيد، لكن اللمسة الأخيرة لم تكن موفقة. تمكن من المراوغة وإرسال كرة عرضية، وهذا أمر يتحمل الدفاع اللي عليه أن يعمل بشكل أفضل في الفرص القادمة. إندو، إيتاكورا، كوبو، وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. جوان لم يعرف كيف يرسل تمريرة بينية سليمة. بدون مخاطرة يعود بالكرة. إندو، كوبو لم يقدر على التعامل مع الكرة بشكل جيد تحت هذا الضغط. يعود بالكرة لخط الوسط. محاولة تسديد، يا لها من كرة، لكنها في الأخير ضاعت بعد مجهود رائع جدا. محاولة جيدة من الفريق، لكن عليهم التركيز على إنهاء الهجمات، استغلال الفرص بشكل أفضل. موريتا، إندو، بمبدأ الأمان يعود بالكرة. مايدا، ويدا، سهولة في نقل الكرة بين اللاعبين. كوبو، تمريرات قصيرة رائعة وسريعة.
يحاول أن يلعب كرة بينية، بينية رائعة والكرة في المساحة. صراحة الضغط كان أقوى من أن يتحمل. ويلعب كرة، ضربة راسية لم يتعامل معها بشكل جيد. يبحث عن لاعب في المنطقة الأمامية، أجمل تدخل في لحظة حاسمة بعد أن كانت كرة خطيرة جدا على مرمى فريقه. إندو موريتا، مايدا، موريتا، مايدا. سرعة غير عادية ودقة في التمرير. كوبو، مايدا عمل بريسنج ونجح في استعادة الكرة. يسيطر على الكرة، لم يقدر على الدوران بالكرة هنا، ربما في محاولة مقبلة يتمكن من فعلها. دفاع كانت له الأفضلية، يلعبها لمنطقة الخطر. ويدا حاول القيام بالكثير من الأمور في نفس الوقت، بالتالي فقد الكرة. كان من الأفضل أن يرك ويدا. من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ كرة طولية إلى الأمام، إمكانية مرتدة الآن، يحصل عليها إندو. حلول كثيرة كانت متاحة في هذه اللعبة، لقد كان بالإمكان أفضل مما كان. ضاعت فرصة متاحة وخطيرة جدا. اعتراض في وقت مثالي، أداء دفاعي كبير في مباراة اليوم. يحاول لعب الكرة إلى الأمام، مايدا، إندو، موريتا، مايدا. كرة تعود الوسط، يحاول الاستفادة من زميله في جانب الملعب. موريتا والكرة العرضية، بضغط قوي تمكن من افتكاك الكرة. ويلعب كرة عرضية، إبعاد الكرة، رمية جانبية. إذن كوبو، عمل كبير، يا سلام على المهارة في انتظار الكرة العرضية. تمريرة بعيدة، كان بإمكانه تنفيذ الكرة بشكل أفضل. ويدا، دوان، تدرج كروي رائع، تمريرات سريعة وقصيرة. اليابان متأخر في النتيجة، الحكم يشير إلى وجود خطأ، ضربة حرة.
يبحث عن المهاجم. مايدا. مايدا. تمريرة مرة أخرى للوسط. يلعب كرة على اليسار. ربما لو مرت لكانت خطيرة. دفاع رائع اليوم. وينجح في استعادة الكرة سريعا. موريتا. مرت الكرة بشكل جميل. يشتت الكرة بعيدا. ثقة كبيرة ظهر الدفاع هنا في التحدي. انطلاقة مميزة انتهت بتدخل سليم وحاسم. اعتمد على نفسه أكثر من اللازم في الكرة الأخيرة. لا يمكنك أن تواجب هذا الخط. لعب روعة روعة روعة. الكرة في المرمى. اليابان سجلوا هدف التعادل الآن. لقطة جميلة جدا. حطها في المكان المستحيل. روعة روعة روعة. عندما نقول لاعب يولد داخل منطقة الجزاء هذا هو الهداف. وهذه الطريقة الاستثنائية في استغلال الفرص. كرة في منتهى الروعة. نجحوا في معادلة النتيجة. مباراة كبيرة بين الفريقين الأقوى. نتيجة متعادلة والأداء فيه ندية كبيرة بين اللاعبين على أرضية الملعب. وهو ما يعكس التوقعات قبل إقامة هذا اللقاء. وحتى اللحظة لا نجزم بتفوق فريق على الآخر في هذه المواجهة الصعبة والمتكافئة. تومياسو. إيتاكورا. تومياسو. كرة طويلة للأمام. لمسة على اليسار. بكل قوة بكل إصرار يواصل المشوار. شوف المتعة والفن والإمتاع بالكرة. الكرة ملعوبة من مسافة. مرت الكرة. يا إلهي تدخل جميل في اللقطة الأخيرة. يلعب كرة عرضية. كرة تمر بسلام على المدافعين. كرة من جهة اليمين. يبحث عن لاعب في المنطقة الأمامية. يلعب كرة على اليسار. يلعب كرة بينية. كرة للجناح. مرت البينية بشكل جميل. وصلت إليه. ويدا. تدخل حاسم لقطع الكرة. إندو. وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. يفضل العودة بالكرة. تقدم جميل هنا. وستكون هنا رمية تماس. تغيير لاعب على الأجناب. كرة بالعرض. في وقت مناسب جدا يقطع الكرة. الآن فرصتهم للمرتدة.
الآن سيستلم هذه التمريرة الطولية، تمريرة إلى الأمام بعيدة جدا لن تصل هذه الكرة. تلعب الكرة إلى الأمام، مايدا يلعبها على طرف الملعب، يا لعيب كرة جميلة هنا، يستعيد الكرة بعد ضغط هائل، هجمة مرتدة الآن. تومياسو موريتا، يبحث عن المهاجم، والآن نهاية الجزء الأول من هذه الحكاية، نهاية الشوط الأول في هذه المباراة. سيبدأ الشوط الثاني الآن، عدت الكرة، الكرة تصل إليه، انطلاقة كانت جريئة لكن في نهاية التحدي تفوق الدفاع، كسب الرهان على حساب الهجوم. دوان إندو اليابان لديه جودة كبيرة في التمرير، إندو كرة طولية إلى الأمام، تومياسو موريتا كوبو بدون مخاطرة يعود بالكرة، إيتا كورا موريتا بمبدأ الأمان يعود بالكرة، اللاعب يتغير الآن، كرة للجهة المقابلة، تومياسو تدخل في الوقت المناسب لاستعادة الكرة من جديد، إيتا كورا دوان مع الضغط ينجح في استعادة الكرة، مهارة غير عادية بالكرة، مايدا تصدي غير عادي من حارس غير عادي في يوم كبير، لقطة غير عادية وتصدي رائع من الحارس. يتواصل اللاعب برمية التماس،
تحية هنا للدفاع على العمل الكبير اللي يقدمه في مباراة اليوم. الآن إمكانية المرتدة، يلعبها لمنطقة الخطر. تدخل جميل واعتراض أجمل. كرة إلى الأمام. يقطعها في الوقت المناسب. أداء رائع جدا من المدافع. مايدا. تومياسو. تلعب الكرة إلى الأمام. جوان. كوبو. يلعبها على اليمين. موجود لإبعاد الكرة. إندو. يلعب كرة. كرة رأسية. بدون مخاطرة يعود بالكرة. كرة طويلة للأمام. يبعدها عن مناطق الخطورة. تحكم غير عادي بالكرة. ينجح في المرور. كرة عرضية. تمريرة جميلة. يحاول تمرير الكرة، فتح المساحة على الجناح. ضربة رأسية. موريتا. يلعب كرة للجانب الأيمن. يفقد توازنه. والآن فرصة للتحول الهجوم. تعود الكرة إليهم مرة أخرى. يمر بشكل جميل. كانت انطلاقة واعدة نحو المرمى. دفاع كانت له الكلمة الأخيرة. إندو. من الواضح جدا جودة الفريق في التمرير. يستقبل كرة في وضعية ممتازة. تسديدة في اتجاه المرمى. يا إلهي، كرة كانت قريبة جدا. أكيد محبط على ضياع هذه الفرصة على فريقه. كانت فرصة سانحة للتسجيل. من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ ويدا. اعتراف رائع للكرة. ويدا. موريتا. تدرج كروي رائع. تمريرات سريعة وقصيرة. محاولة من جهة اليسار. كرة عرضية. بقراءة ممتازة يقطع الكرة. يعود بالكرة لخط الوسط. يأتي الآن. لعبة عرضية إلى داخل الثمنتاش. جوان. كوبو. إيتاكورا. كرة طولية في اتجاه مايدا.
تغيير اتجاه اللاعب على اليمين. يستعيد الكرة بعد ضغط قوي. كان يحاول الدوران لكن الدفاع هنا منع من مواصلة سعيه نحو خلق فرصة حقيقية على المرمى. كوبو. يحاول الاستفادة من زميله في جانب الملعب. يا عيني شوف كيف يتعامل مع الكرة بقدمه. فاتت ومرت وصلت إليه. يحاول أن يسدد الكرة من هنا. هدف لليابان. ومع هذا الهدف تكتمل العودة في النتيجة. رغم الرقابة كان ينجح في التسجيل بكل هدوء. لا يمكن إيقافه بسهولة. لعبة رائعة منه. يعرف كيف يتخلص من الرقابة. يعرف كيف يتعامل مع الضغط. هذه سمات اللاعبين الكبار. ينجحون في التقدم بالنتيجة بفارق هدف وحيد. ويدا. إندو. مايدا. مهارة كبيرة في الاستلام. ضغط كبير يساعده في استعادة الكرة. يمكنهم الانطلاق في هجمة مرتدة. يحصل على المساحة. الله ما أروع هذه اللعبة. ممتاز في التحكم. يعود بالكرة للوراء. الآن بعد هذا التقدم عليهم أن يواصلوا المحاولة والهجوم. محاولة لخلق فرص هجومية. الآن تقدم جيد. مدرب لم يغير حتى الآن. قد تكون الحلول من الخارج. مايدا. ضغط قوي وينجح في استعادته. يفضل العودة بالكرة. إندو. الكرة ملعوبة من مسافة. كرة خطيرة أمامه. مجال للتسديد. كان لابد من التشديد. إيتاكورا. تومياسو. مايدا. موريتا. تحكم رائع في الكرة. كوبو. مرت الكرة بشكل. ويدا. كرة كانت قريبة جدا على اعتاب المرمى تقريبا ولكنها في الأخير ضاعت. لمسة بينية. يلعبها على اليمين. مر بكل سهولة. كرة في المساحة الخالية ويبحث عن خيارات. تدخل غير عادي ويقطع الكرة. جوان. بمبدأ الأمان يعود بالكرة. أي دفاع هذا؟ أي قوة؟ أي صلابة؟ أي جدار هذا؟ ضغط
ضاعت الفرصة على الفريق بسبب غياب الحسم في الأمام. مثل هذه الكرات كانت تحتاج إلى سرعة، إلى اتخاذ قرار، إلى ذكاء. لا يمكن إهدارها. كانت انطلاقة مميزة، لكن المدافع كان له رأي آخر. تدخل حاسم في توقيت رائع. يبحث عن لاعب في المنطقة الأمامية. سرعة غير عادية ودقة في التمرير. تناقل جيد الكرة. إندو، كرة من جهة اليمين. تمريرات رائعة وقصيرة بين اللاعبين. كوبو. يا سلام على المرور الجميل، على المهارة العالية. يلعبها لمنطقة الخطر. يحاول لعب الكرة إلى الأمام. يلعب كرة للجانب الأيمن. لا تسألني كيف ضاعت، لا أعرف كيف وضاع الفريق هذه الفرصة المتاحة. شيء غريب، شيء خيالي بصراحة. هجمة كانت عبارة عن هدف محقق ولكنها ضاعت. الله على هذه المهارة، مرور غير عادي. مايدا بإمكانه إبعاد الكرة. إندو. موريتا. لمسة على اليسار. استلام جميل للكرة. يلعب كرة عرضية داخل منطقة الجزاء. تشتيت الآن. والآن إلى رمية التباس. يتعثر ويفقد توازنه. هذه فرصة خطيرة، سننتظر. يسدد الكرة. محاولة في منتهى الروعة، لكن كانت تحتاج إلى شوية حظ. شوية حظ. بدون مخاطرة يعود بالكرة. وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. تدخل رائع، كان عليه أن يواجه الخطر قبل أن تشكل هذه الكرة خطورة على مرمى فريقه. مايدا يسيطر على الكرة. دوان. كوبو. إندو. كوبو. إندو. هل يم والتسديد. أوه، القائم مرة أخرى يحرم اللاعب من التسجيل. كوبو. إندو. إندو. جوان. خطورة كانت كبيرة لكن ينجح في منعها. إيتاكورا. كوبو. موريتا. من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ يلعب كرة على اليسار. يا سلام، مرور جميل. بهدوء وكثير من العزم يحاولون تحقيق التعادل قبل نهاية المباراة. إندو. يبحث عن المهاجم، قد تكون هذه فرصتهم. موريتا. كوبو. احتكاك بدني كبير، التحام قوي بين اللاعبين هنا. اليابان أكيد يرغبون في تعزيز التقدم وعدم التراجع والدفاع فقط. هدف آخر راح يخلي الفريق يلعب بأريحية أكبر، ولهذا رأينا هذه الفرصة.
موريتا. يحاول لعب الكرة إلى الأمام. من الواضح جدا جودة الفريق في التمرير. سرعة غير عادية ودقة في التمرير. لمسة على اليسار. يرفعها داخل 18. يلعب كرة على اليسار. يا سلام على المهارة، على الكرة الجميلة. كوبو. يستعيد الكرة بعد ضغط هائل. تلعب الكرة إلى الأمام. في المكان الخالي. وتأكل قوي. وهذه ربية جانبية. واضح عمل المدرب هنا من خلال هذه التمريرات الجميلة. ثم الكرة العرضية. كرة تمر بسلام على المدافعين. يعود بالكرة وسط الملعب. يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة. أفقد الخصم التركيز، التوازن. تغيير اتجاه اللاعب على اليمين. لا يفقدون الأمل في الدقائق الأخيرة، ما زال يحاول فريق الإفلات من الخسارة وتحقيق التعادل. يا إلهي ما أجمل هذه الكرة اللي يقدمونها الآن. خسر المواجهة أمام خصمه. لا يفقدون الأمل في الدقائق الأخيرة، ما زال يحاول فريق الإفلات من الخسارة وتحقيق التعادل. كرة من جهة اليمين. يفضل العودة بالكرة. ينطلق بنجاح. يلعب عرضية داخل 18. بهدوء وكثير من العزم يحاولون تحقيق التعادل قبل نهاية المباراة. يحاول تمريرها من بين المدافعين. وتسلل آخر. كرة خطيرة على اليسار. موريتا. اللاعب يحاول مرور. تغيير لاعب على الأجناب. مهارة غير عادية تظهر هنا. يلعب كرة عرضية. اليابان عليه أن يحافظ على النتيجة في الدقائق المتبقية. كوبو يلعبها على طرف الملعب. بضغط قوي تمكن من افتكاك الكرة. يلعبون ركنية قصيرة. يستعيد الكرة بعد ضغط قوي. كوبو. اليابان تأتيه الإمكانية الآن لتعزيز تقدمه وقتل المباراة في الدقائق الأخيرة المتبقية. وستكون هنا رمية تماس. تمريرة بينية. كرة تمر من الجميع.
دفاع رائع جدا، نرفع القبعة لهذا الأداء الدفاعي العالي. هل تكون هذه هي فرصة التعادل؟ لم يتبقى أمامه الكثير من الوقت وعليهم استغلال الفرصة. يلعبها على اليمين، كرة طويلة للأمام، كرة طولية من الحارس، كرة كانت خطيرة جدا لكنه نجح في مواجهتها بشكل جيد. يحاول استفادة من زميله في جانب الملعب. لعبة جميلة هنا، عرضية، كرة رأسية، والهدف يأتي. الأمور تبدو سهلة في الملعب لكنها تتطلب أيضا مجهود كبير من اللاعبين ولياقة بدنية عالية من أجل تطبيق هذا الفكر واستغلال الأخطاء والهجوم المرتد في تسجيل أهداف. تساوت الكفتان في الدقائق الأخيرة من هذه المباراة المثيرة. مايدا، يا سلام على المرور الجميل، على المهارة العالية. أعتقد أنها بالفعل مخالفة، يتفق معي ربما حكم المباراة، يطلق صافرته. نعم، الحكم يخرج البطاقة الصفراء بدون تردد. مع الضغط ينجح في استعادة الكرة. الحكم يطلق صافرته لكن الاحتساب خطأ. جوان إيتا، كرة تدرج كروي رائع، تمريرات سريعة وقصيرة. تغيير اللعب على الأجناب، مايدا ويعود بالكرة إلى الوراء. مهارة غير عادية بالكرة. دوان يحاول استفادة من زميله في جانب الملعب، عمل بريسنج ونجح في استعادة الكرة. إندو، تيكي تاكا مميزة ورائعة من هذا الفريق، يحتسب الحكم ركلة حرة. حكم يكتفي ببعض الكلمات موجهة للاعب لكن عليه أن يحذر أي تدخل آخر، ستكون بطاقة ربما حاضرة. انتهت المباراة إذن، بقي ركلات الترجيح أو ما يعتبر بركلات الحظ، سننتظرها وإياكم. بالتأكيد لا أحد يحب ركلات الترجيح لكنها الآن هي الوسيلة الأخيرة لتحديد المنتصر في هذه المواجهة. هي لعبة أعصاب وتركيز وهدوء، من يعرف كيف يتعامل مع هذا الموقف سيخرج منتصرا من هذه المواجهة. سنذهب وإياكم إذن إلى ركلات الترجيح. تركيز، ثقة، حظ، أشياء كثيرة مهمة في الدقائق القليلة المتبقية من علامة الجزاء. أول ركلة سينفذها مايدا. قد تكون الركلة الأولى هي الأهم، ورغم الضغط الكبير يتفوق على الحارس، يضع الكرة في المرمى.
بثقة كبيرة تفوق على حارس المرمى. الكرة في المرمى، النتيجة 1-1، لتصبح النتيجة هدف لهدف. الكرة في زاوية والحارس في زاوية أخرى، وركلة رائعة، ثاني اللاعبين مسددين، يمكنها الحارس، يا سلام، حارس في منتهى التركيز يمكنها ببراعة، يتصدى حارس المرمى للركلة. الله على هذا التألق، عندما نقول حارس كألف ينجح في صد الركلة. ضيعها، لعبة جميلة لكنه لم يكن محظوظ، ضربة ضائعة. أرسل الحارس إلى الاتجاه الآخر، الفريق يضاعف في الفارق الآن. رابع لاعب في ترتيب المسددين، وهدف، ويقفز الجمهور من الفرح. تسديدة في منتهى الروعة، في منتهى القوة، بدالي أنه مستحيل التصدي لها. هل يسجلها ويصبح بطل هذه الليلة؟ إذا سجلها يمر فريقه.
ليس من